السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة الامتحان التمهيدي لمادة اللغة الإنجليزية. الامتحان التمهيدي 2023، هاي الأسئلة اللي جتي في يوم الاثنين 6/2/2023، راح نحل لكم الأسئلة. بالبداية read the following text carefully. In a city life, an old man named Mr. Lyon. He lived alone. يعني في مدينة يعيش شخص كبير بالعمر اسمه مستر لايم، يعيش لوحده. He had a scar on his face that made him a little scarred. يعني شنو معناها؟ في اكو جرح او تشوه او خدش في وجهه جعله يكون يعني مخيف نوعا ما. Now one of his 94 talked to him. One day a new family moved to the building where Mr. Lyon left. لا أحد يتكلم مع مستر يعني الجيران، لا أحد يتكلم من الجيران معه. في يوم من الأيام عائلة جديدة انتقلت إلى البناية where Mr. Lyon lived. عندما مستر لايم يعيش في البناية. A nice family يعني يقصد العمارة. A nice family Mr. and Mrs. Green and their child kids Toms and Amanda. يعني ذول العائلة هي مستر جرين ومسز جرين إضافة إلى أطفال اثنين توم وأماندا. The Niger boys welcomed the new family but they told them not to talk to Mr. Lyon. قالت لهم أخبرتهم العائلة أنهم رحبت بهم الناس وقالوا لهم لا تتحدثون، أخبروهم عدم التكلم مع مستر لاين. He is a scary old man. هو رجل عجوز مخيف. They said. The family thought it was silly advice. اتوقعوا ان هاي فكرة سخيفة او سيئة، نصيحة سيئة العائلة اعتقدت. When the family saw Mr. Lyon, they said hello with a smile. عندما شافوا العائلة ايش قالوا له مستر لاين، قالوا له يعني رحبوا به اهلا ومع ابتسامه. مستر لايم was so happy، كان جدا سعيدا. And gave the kids، واعطى الاطفال some cupcakes، بعض الكيك to eat، ياكل يعني على مود ياكلوا. He became a friend، اصبح صديق to the family، الى العائله. Mrs. Green discovered that Mr. Lyon was a famous chief one day. يعني في يوم من الايام، في احد الايام كان هذا شيف مشهور. And had an accident، وحدث له حادث made his scar، جعل له هذا التشوه أو هذا الندبة أو هذا الخدش. She told the neighbors، أخبرت الجيران you all had a bad and wrong idea about Mr. Lyon. أنتم هناك كانت لديكم فكرة سيئة، شيء سيء and وفكرة خاطئة about عن فكرة سيئة وخاطئة عن مستر لاين. You should know him well. يجب أن تعلموا أو ينبغي عليكم أن تعلموا أو تعرفوا بأنه جيد. عندنا الآن الإجابة على الأسئلة. يقول what did Mr. Lyon has on his face؟ الجواب راح يكون بهذه الصيغة، هو ما لا يمتلك. He has a scar on his face. هو لديه ندبة أو تشوه في وجهه. زين، نجي على السؤال الثاني. Who did move to the building؟ من انتقل إلى البناية؟ البناية. A nice family moved to the building. عائلة لطيفة انتقلت إلى البناية، أو تقدر تقول Mr. and Mrs. Green and kids their kids moved to the building. الجواب الوراء. ثالثا، Did Mr. Lyon live with his family؟ الجواب No, he didn't. هو عايش بالبناية بس ما عاش وياهم. النقطة الرابعة يقول What did Mrs. Green told the neighbors at the end؟ إيش قالت لهم في النهاية؟ قالت لهم she told them، أخبرت يعني that they all had a bad and wrong idea about Mr. Lyon and they should know him well. إنه فكرة سيئة أنتم ماخذيها عن وخاطئة
عن مستر لاين، مستر لاين رجل جيد، تعلموا انه انسان يعني جيد. نجي على الخامسة، يقول what did the family do when he saw when they saw مستر لاين، ماذا فعلوا عندما شاهدوا مستر لاين؟ They said hello with a smile، قالوا له مرحبا اهلا مع الابتسامة. يقول how did مستر لاين pass his scar، كيف حدثت الندبة لمستر لاين؟ he had an accident، حدث له في حادث، نتيجة حادث. هذا بالنسبة لجواب الفرع الأي. نجي الفرع بي، السؤال الأول فرع بي، بالنسبة للسؤال أول فرع بي describe whether the following sentences are true or false choose by only، يعني اختر إجابة، أما تقول true يعني صح أو false خطأ. مستر and Mrs. Green has three children، الجواب false، هم يمتلكون فقط أطفال اثنين، يمتلكون فقط أطفال اثنين، الجواب راح يكون false. نجي على الجملة الثانية، يقول مستر لاين became a friend to the family، الجواب true، الجواب true، هو أصبح صديق للعائلة، الجواب true. نقطة ثالثة، مستر لاين was a chef one day، الجواب true، نعم هو كان في يوم من الأيام هو شيف طباخ. النقطة الرابعة، يقول the neighbors told the family to tell to مستر لاين، الجواب false، الجيران أخبروهم أنه عدم التحدث وليس التحدث. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، مستر and Mrs. Green found it was a good advice، لقوها نصيحة جيدة، الجواب false، false لم تكن نصيحة جيدة. والنقطة السادسة، Mrs. Green told them that they had wrong idea، النقطة السادسة، الجواب true، يعني Mrs. Green انها عرفت ان هاي الفكرة غير صحيحة او خاطئة. نجي على answer the complete five of the following question using information from your textbook before flakonary the pigeon was to eat a lot of meat. هاي الأسئلة اللي موجودة عندكم بالكتاب، الجواب الأول راح يكون false، الجواب الأول راح يكون false. Will how will the students communicated and discuss work with other students in the future؟ شلون راح يتصلون الطلاب ويكون النقاش في المستقبل؟ احنا قايلين يعني راح يكون باي ذا انترنت، بالانترنت او باي يوزنج ذا انترنت، يعني باستخدام الانترنت اذا تكتب او باي ذا انترنت. الثالثه، سويمينج اور فيشينج هوبي ذات يو سايت باي ذا ريفر وذ الونج ثين رود تشوز، احنا ايش عندنا؟ اختار فيشينج الصيد، الصيد اختار فيشينج الصيد من الهوايات اللي كانت مفضلة عندما كان يروح على طول النهار. زين زين، what was John doing at the start of the story؟ هنا الجواب راح يكون he was playing with a ball، he was playing with a ball. ونجي على السؤال الوراء، يقول what is the name of the car of the year، سيارة العام كانت اسمها Pathnav 3D، Pathnav 30D. النقطة السادسة، النقطة السادسة بالأسئلة، يقول why did Lucy enjoy filming the last late episode، هنا الجواب راح يكون because they go away as a family on a holiday. نجي على السؤال الثاني، السؤال الثاني grammar and phonation do as required choose five only، هذه الجملة الأولى رتبها، فراح يصير ترتيبها بهذه الصيغة، راح يصير ترتيبها can he play football well، وخلي علامة استفهام. بالنسبة للسؤال الثاني make suggestion with lots use go to the mall، استخدم الاقتراح باستخدام let us، بقول let us go to the mall، let us go to the mall. النقطة الثالثة، يقول an elephant is bigger than a giraffe، استخدم a giraffe is هناك bigger، لازم استخدم كلمة smaller، اخلي is smaller than an elephant، is smaller than an elephant. السؤال الرابع، حسان cannot play football، volleyball عفوا، he is not
make certain sense more quality, سوي أكثر تأدبا. بس أقول له he isn't very good at volleyball. أنت ليس جيدا في لعبة كرة الطائرة. النقطة الخامسة يقول define a teacher. عرف المدرس. A teacher is someone who works in a school teach students. هو شخص ما يعمل في المدرسة. هنا ما قايل لي in a school. In a school عفو teach students ويعلم الطلاب. If صلاح had lots of money he go on holiday around the world. هنا عندي الجملة لازم بالماضي فأستخدم أكمل هيك الجملة وأقول he would أصححها أقول he would go on a holiday around the world. نجي على نكمل بعد الفرق بي يقول choose the correct choice. Choose five only. I love chocolates. So do I. Do I neither do I. الاختيار راح يكون so do I. So do I. بالنسبة للنقطة الثانية I have bought some cake. شوفوا من شفتوا my sister mad يعني لازم استخدم that لأن هو what ما يجي وراها من استخدم وراها فاعل فاستخدم that. الجواب راح يكون الاختيار راح يكون مالتي that. الجواب راح يكون مالتي اختيار that. رجع على النقطة الثالثة why not go to going to go to the fanfare. الجواب راح يكون مالتي go فعل مجرد. Why not يجي وراها فعل مجرد. They are disc brakes to help it you stop quickly. الجواب هنا راح يصير to help. خلوها بالكم لأن هنا عندي باعوا. هنا عندي شنو they are disc brake. عندي فعل مساعد جملة كاملة لازم أقول to help وليس أقول help. أجي هنا a new spicy has discovered will be discovered will be discovered. الجواب راح يكون النقطة الخامسة راح يكون been discovered. الجواب اللي وراها Mrs. Fatima asked Marian question. Marian gave a good answer. شوفوا hers نبعدها she نبعدها شبقى تبقى كلمة نستخدم her. نستخدم her لأن مفعول موقعها مفعول به كأنما يعني وقعت بعد فاعل. أجي على الفرع أي match the word with the definitions. استخدم ذن الكلمات. أول واحدة the idea of the editor about recent new items. فرح يكون اللي هو من هو رح يكون opinion الرأي. Opinion الرأي أو الموضوع. Helps six people work in a hospital. الشخص اللي يعالج المرضى هو الدكتور يعالج المرضى في المستشفى. Activities like running, jumping and swimming. الرياضات هاي اللي هي سبورت. اختار سبورت الرياضة سبورتس رياضات. بينما النقطة الرابعة it makes cars, boats and planes move اللي تجعل المكان والسيارات والقوارب تتحرك هي an engine يعني الماكينة. زين عندنا an animal that kills and eat other animals يسموه predator يعني الطائر الجارح الجوارح اللي تقتل الحيوانات. عندنا information about sun rain and temperature يعطي معلومات عن الحرارة والشمس هو الوذر الطقس. نجي على question 3. عندنا list القائمة هاي شلون نسويها مع القائمة B. فاحنا عندنا باللست الاولى شنية الاولى شوب راح نختار سي. الاولى شوب راح نختار سي اسيستنت شوب اسيستنت مساعد المساعد بالمحل. النقطه الثانيه رايت راح نختار دي اكتب رساله لتر رايت لتر. النقطه الثالثه راح نختار اي ران رايس سباق الركض. زين النقطة الرابعة راح نختار بي اللي هي repair cars يصلح السيارة ويصلح السيارة. النقطة الخامسة راح اختار اف اللي هي spend
تايمز يقضي وقت، والنقطة السادسة اللي هي راح تكون put out يخمد أو يطفئ، put out e fires يطفئ أو يخمد a noun. الفرنسي complete the sentences with word from law bite carefully wise bought really horror. نجي هنا أول وحدة the فراغ من said you left listen for every son and hope for every father. الاختيار راح يكون بالنسبة للأولى راح يكون wise من الحكمة من رجل حكيم أن يقول it has a beautiful shape you love it. الثانية راح يكون اختيار really. النقطة الثالثة if you put your foot on safe it will bite you. يعني إذا bite يعني إذا سوف تلذغت الحياة يقصد you should always drive. الاختيار راح يكون النقطة الرابعة راح يكون carefully ينبغي عليك أن تسوق بحذر. The trouble post was for a story. النقطة الخامسة راح تكون horror المرعبة قصة الغابة قصة مرعبة. His dream was to be famous. النقطة السادسة راح يكون ما حال هالنقطة السادسة بس احنا راح نقول لكم اياها ان ايش عندنا احنا. يقول his dream من ان يكون شنو famous poet شاعر مشهور poet. زين بتختارون السادسة تختارون poet، السادسة تختارون poet. زين السادسة نختار نجي نكمل أعزاء الطلبة نكمل بالنسبة للسؤال الثالث دي اللي هو التنقيط. التنقيط يكون I اكتبها capital letter travel to إمارات الـ E capital letter إمارات العربية in the holiday by bus ونخلي نقطة. question 4 بالنسبة للسؤال الرابع اللي هو story time. story time اللي عندنا answer the professor is in Farah who lives in Hyderabad. هو يعيش وين بإنديا في الهند. Hyderabad المدينة الهندية. What does the deer do when she surrounded by danger. الغزال الحامل شبي she focus on giving birth to her farm. النقطة الرابعة يقول سلام ثالثة وسلام made his first report about the boy and his father. الجواب true. والنقطة الرابعة What did the shop owner do when Kareem got to the door. أطرق الجرس he rang a bell. والنقطة الخامسة did the alumni understand the reason that the professor gave to them. الجواب النقطة الخامسة راح يكون yes they did. والنقطة السادسة how long had Kareem been saving up for a new book. الجواب راح يكون for months. بالنسبة للإنشاء للجابانيز بحرين راح تكون بحريني نضيف الـ I. وهنا عندنا ثانية old fashioned يا أما نختار new أو modern العكسها. وهنا arrived lost still lost بهذه الصيغة. وهنا إضافة cheap cheaper fit انباع fitty ونضيف ER fitter كون المقطع واحد. وهنا عندنا your me صير my صير my و play plain كفون صير فون نحذف الاي ونضيف ing. بالنسبة للإنشاء إنشاء اللي موجود عندنا أعزائي الطلبة احنا نجي بالنسبة للإنشاء
أجزاء الطلب بالنسبة للإنشاء الأول اللي هو إيميل حول صديقك. Hi, I have got two tickets for marriage celebration of my brother next Thursday. You must come because the party will be good. The party will be in a Rashid Hotel and start at 7 o'clock in the afternoon. It ends at 12 o'clock in the midnight. Our friend will come so you can invite your family and friends. هذا بالنسبة للإنشاء الأول اللي ممكن أن نجاوبه. الإنشاء الثاني اللي هو يتكلم عن اكتب برنامج تلفزيوني. I watched a good program last night. It was a really interesting program about elephants and it was also very funny. There were some elephants by a pool and they were very thirsty. There was a cameraman filming and the reporter talking to the cameraman when the elephants blew water into the air. The cameraman and the reporter got very wet. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في الإنشاء الأول والإنشاء الثاني. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.